السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى الفصل الأخير اللي هو تقييم العاملين. نبدأ بالمفاهيم. هذا التقييم بيعني قياس وتقدير كفاءة الفرد في عمله، بحيث إن أنا أعرف مدى صلاحيته في أداء مهامه، مستوى أدائه لهذه المهام، تعاونه مع زملائه، طاعته لتوجيهات رئيسه وتعليماته، سلوكه نحو عملائه، ومدى توافقه في شغله بوظائف أعلى. هذه العملية التقييمية على درجة كبيرة من الأهمية، ومع ذلك اكتنفها بعض الأخطاء. عامل النقص بمعنى صرف النظر عن مستوى الأداء الحالي، إما لجهل المقيم به أو لقصور النظام عن قياس هذه العناصر في التقييم. يعني حددنا تارجت للموظف مثلا كمندوب بيقدم خدمات للعملاء في أماكن إقامتهم، حددنا له التارجت 10 زيارات، هو استوفى ال10 زيارات، ولكن لا نهتم بتقييم جودة الخدمة أو رضا العميل. غياب الموثوقية، إدارة نظام التقييم بشكل عشوائي غير منتظم، يعني مثلا مطلوب نقيم أداء الموظف كل 3 شهور حتى إعداد التقييم النهائي، لا يتم ذلك. انعدام الصحة، يستند دائما التقييم على وثيقة تحدد اختصاصات ومسؤوليات الموظف، هذه الوثيقة هي وصف الوظيفة، إذا غاب الوصف انعدم. يبقى عشان بس النظام مبدئيا يكون صريحا للاستخدام، لابد أن يتوافق فيه الاتساق، بمعنى لو استخدمنا طريقتين مختلفتين في قياس الأداء سوف يعطيان نفس النتائج عن أداء الموظف. الاستقرار، إن أنا أقدر أعتمد على نتائج القياس على مر الوقت، بمعنى آخر أن قياس الأداء سيثمر نفس النتائج في الفترات المختلفة من التقييم، بس بشرط أن تكون متطلبات الوظيفة مستقرة وثابتة. لكي نتجاوز هذه الأخطاء علينا أول حاجة نبقى معايير متعددة، لأن ما من وظيفة لها طابع متخصص، يعني لها مهام محددة، جميع الوظائف تنطوي على اختصاصات متنوعة، يبقى لابد أن نموذج التقييم يعمل على قياس هذا التنوع في الأداء، وليس من الضروري قياس كل سلوكيات الوظيفة، نكتفي بسلوكيات الوظيفة أيضا ممكن نشدد في التقييم على الأداء وليس السمات. قد تجد بعض الصفات الشخصية تأثيرها في التقييم على المقيم، مثل الأقدمية الموظف، الولاء اللي بيننا، قدر من الود والمحبة أو صداقة ومصالح متبادلة. بعض هذه العناصر تجد طريقة في التقييم عند بعض المقيمين، في حين أن بعض المقيمين لا يتأثرون بها تماما، وهذا بالتالي يؤدي إلى نوع من الشك في نتائج. ألجأ الأكثر من مقيم، بمعنى أن احنا كما نرى المتبرعين في بعض المباريات الرياضية، هناك أكبر اللحن. نروح بعيد ليه؟ زي ما في كرة القدم بنجد حكام الفار، يعني هل هو الحكم الساحة هو الوحيد صاحب القرار؟ لا، يلجأ إلى حكام الفار لكي يعطون له تقييما فيما يتعلق بعنصر معين في اللعبة، يعني صارت عليه قدر من إيه؟ من الشك. فبرضه بنقول والله لا ينفرد بتقييم أداء الموظف شخص واحد، وهذا يعبر عن طريقة بيسموها 360 درجة، بمعنى نعطي الموظف التقييم لنفسه، نعطي لزملائه التقييم للموظف، رئيس المباشر يقوم بالتقييم، وإذا كان الموظف يتعامل مع أطراف خارجية، عملاء موردون، يبقى لهم أيضا قدر في التقييم. حاجة أخرى، درب المقيمين، تدريب المقيمين خلال برنامج تدريبي سريع مدته 2 يوم على الأكثر، يمكن أن يقلص الحد الكبير من أخطاء التقييم.